بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أيها الإخوة الأفاضل، أياتها الأخوات الفضليات، نتواصل مع الومضات، وومضة اليوم ومضة مهمة جدا، وأراها من الأهمية بمكان لما يتردد على الألسن الكثيرة من كلام حول هذه النقطة أو حول هذا الأمر أو حول هذا الموضوع، ألا وهو موضوع تجديد الخطاب الديني. وتجديد الخطاب الديني أمر مهم جدا، وأمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات والمؤسسات المسؤولة عن ذلك في كل بلادنا الإسلامية، حفظها الله ووفقها وبارك فيها وفي أهلها وفي ولاة أمورها، ويسر لهم التوفيق والسداد والرشاد لما فيه الخير للعباد والبلاد. آمين آمين آمين. هذه الومضة أبدأها وأقول: حسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر وبينه في حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في صحيح أبي داود للألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم الواضح البين ذي الكلمات العربية الفصيحة الواضحة والتي بينها أهل العلم وشرحوها ووضحوا المقصود بها، وهم أهل التخصص وهم أهل الحديث وهم العلماء الربانيون قديما وحديثا الذين يعلمون معاني الحديث ويعلمون اللغة العربية علما جيدا ويعلمون كل علوم الآلة التي تمكنهم من فهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح أبي داود للألباني يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهنا نقف عند كلمة يجدد لها دينها. تكلم فيها الكثير من الناس من طلاب العلم ومن غيرهم من أهل الاختصاص ومن غير أهل الاختصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين وقد وضح ذلك، وبين أهل العلم أن التجديد هو إعادة الأمة إلى ما كانت عليه في القرون 3 الفاضل رجالها، أي في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفي عهد تابع التابعين ومن سار على النهج. في ماذا؟ في أمور العبادة وقبلها العقيدة والأخلاق والمعاملات. وما يستجد من أحداث أو نوازل أو أمور جديدة يقوم أهل العلم المعتبرون بدراستها وبالخروج بها إلى باب الأمان من خلال فهمهم وعلمهم وفقههم. أما الأصل أن نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعون وتابعوهم بإحسان والأئمة الأربعة ومن سار على النهج. فهؤلاء هم أهل القرون 3 الأولى الفاضل رجالها ونساؤها، ونقول الفاضل رجالها على التغليب، فالفاضل ما كان فيها من رجال ومن نساء رحم الله الجميع ورضي الله عن الصحابة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وخلاصة أقوال أهل العلم المعتبرين في هذا الحديث وأخص المحققين منهم أن مفهوم التجديد الوارد يعني العودة بالمسلمين إلى ما كان عليه الرعيل الأول في القرون 3 الفاضلة، والفاضل رجالها في أمور العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أنه سبحانه وبحمده يتعاهدها بوجود العلماء والحكام وهم أولو الأمر، العلماء والحكام وهم أولو الأمر
إذن العلماء والحكام هم أولو الأمر الذين ينشرون الدين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث، أي يرسل ويوجد ويقيد لهذه الأمة، أي أمة المسلمين، وقيل للعالم كله، وقيل للعالم كله. يقيد ماذا؟ على رأس كل 100 سنة، على رأس كل 100 سنة، قيل عند انتهائها وقيل في أولها. إذن قيل عند انتهائها وقيل عند أولها، عندما يقل الدين وتهجر السنن. إذن يقل الدين وتهجر السنن ويكثر الجهل وتنتشر البدع. من يجدد لها؟ ولفظة من عامة وتقع على الواحد والجمع. إذن من هنا لا يقصد بها شخص واحد، بل تقع على الواحد وتقع على الجمع. إذن تقع على الجمع وتقع على الشخص الواحد، وليس فيه تخصيص للمجددين بأنهم الفقهاء أو العلماء فقط، فإن انتفاع الأمة بهم معلوم وواضح. وإن كان كثيرا فانتفاعهم بأولي الأمر والحكام الصالحين أمر واضح بين أيضا على مر العصور والأزمان. إذن الانتفاع يكون بالعلماء والحكام الذين يعيدون الدين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فبهم، أي بهؤلاء العلماء والحكام، يحفظ الدين ويبث العدل، كما أن العلماء يضبطون أصول الشرع وأدلته، يضبطون أصول الشرع وأدلته. وفي الحديث فائدة عظيمة جليلة، أن الله عز وجل حافظ لدينه، أن الله عز وجل حافظ لهذا الدين. إذن الحديث واضح وجلي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أي يعيد الدين كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات، وما يستجد يقوم العلماء بنظره وبإبداء الرأي فيه بالقياس على ما كان من قبل أو بأدلة تصلح لهذا الذي جد والذي ظهر على الساحة. وفي شؤون الدنيا نقبل كل تقدم وكل تطور وكل علم وكل حداثة لا تتخالف ولا تتعارض مع ديننا ومع ثوابتنا ومع عقائدنا ومع أخلاقنا ومع قيمنا ومع مبادئنا، فنقبل بها ونحمد الله عز وجل أن يسرها لنا. فكل التقنية الحديثة وكل الاختراعات الحديثة التي تفيد الأمة وتعود على العالم أجمع بالخير والنفع تقبل. ومن هذا ما نفعله الآن، فهذا الذي أقوم بتسجيله الآن من خلال هذا الهاتف أو من خلال الجهاز الحاسوب، ثم ينشر على هذا الموقع العالمي الشهير ويصل إلى آلاف مؤلفة بل إلى ملايين بإذن الله عز وجل، هذا من الخير العظيم الذي من الله على الأمة وعلى العالم به. فلذلك لابد أن نعي أن المقصود بالتجديد أن يعيد الحكام والعلماء وهم أولو الأمر الدين إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبدأون في ذلك بالأمور العقدية وكذلك أمور العبادات وأمور الأخلاق والمعاملات. أما في أمور الدنيا فنقبل كل جديد وكل حديث طالما أنه يفيد ويستفاد منه. ولذلك لابد أن نعي أن التجديد ليس على إطلاقه كما يعني جعله البعض مصطلحا مطاطيا، والبعض يرى فيه أن تغير بعض الثوابت أو بعض المبادئ أو بعض الأصول التي نعلمها، وقد تتغير الفتاوى فيكون شيء ما يعني حراما في وقت ما ثم يكون الآن حلالا. هذا الكلام لا يقول به أحد. الثوابت كما هي، التجديد هو العودة إلى الأصول، هو العودة إلى ما كان عليه النبي وأصحابه
ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا هو الذي يعيد لنا الخير ويعيد لنا الأمن ويعيد لنا الأمانة، لأن الدين كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة هو الدين الإسلامي العظيم الحنيف الوسطي المعتدل الذي يقبل بالجميع ويدعو الجميع إلى الخير دون إزعاج ودون يعني تنفير كما نرى من بعض الأحزاب الضالة ومن بعض الجماعات المنحرفة ومن بعض التنظيمات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن العودة إلى ذلك هي عودة إلى الحق، هي عودة إلى الخير، هي عودة إلى السلم، هي عودة إلى السلام، هي عودة إلى الأمن إلى الأمان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والاتباع وحسن التوبة والأوبة والفردوس الأعلى، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.